هو علاش؟ اش بغيتي مني انا كنعلق في داك الطابلو وتديري لي حال؟ اش بغيتي علاش؟ اخي نعلق بالله، اش عاجبك في داك الطابلو؟ طابلو؟ مال ما عجبكش؟ شو على جمال فيه؟ شو تبارك الله هذوك اللوينات؟ اشو اللي ما عجبكش في الطابلو؟ في غير البهايم، شحال عاجبني فيه؟ هذوك الخيل كلهم ولاو بهايم، والناس اللي راكبين ما شتيهمش، هذاك ربا اللي راكب وهذا اللي مصور هذا الطابلو راه بانتر كبير معروف اسميتو شماعو، صور الوالد لانه كان مقدم كبير با، كان ملي كيخرط وكيهز المكحله كلشي عباد الله الموسم كله كيتهز. نوضي نوضي وجدي لي التماك ديالي يلا. شنو هو التماك؟ اويلي انا مجوج بجاكلين، كتعرفي شنو هو التماك؟ التماك لا لا هو اللي كيلبسو الخياله في رجليهم. اوكي اي جيت يور بوينت ذا بوت. شوفي انا جوج الحوايج، ما بقاش تهضري معايا بهذه اللغه هذه، وما بقاش مني تنيرفا معاك طوالي ليا بجوج سنتيم، راكي شنو بغا تعقديني؟ هضري معايا بالعربيه. قالك دبوت، اش من دبوت؟ مزيان؟ يلا نوضي شوفي ليا الدليل والسيف والسيف القندريسي ولا سميتو، لان ولد عمي راه هضر معايا وقال لي باش غادي نمشي ان شاء الله انا وياه نمشي نتبورد معاه. ونسوك واحد السؤال. تفضلي. واش انت علال ولا شي واحد اخر؟ شي واحد اخر. مالي بنت لك من الاول. هضر معايا بشي لغه مابقاش فاهماها. مابقيتيش فاهماها، ايوا دابا تولي تفهميها، عرفتي علاش؟ لان انا ولد عمي عيط ليا وقال لي خصك لابد ما تجي عندنا للبلاد وغتمشي تركب معنا في الموسم. قال لي جيب الحوايج اللي خلا لك باك وجيب باش تاخذ العاود ديالو اللي مخليين لك باش تركب عليه. اياه باك عنده عاود وما قلتهاش ليا. عنده عاود زين، واحد العاود برقي محروق راه هو داك اللي راكب عليه، وكان زين كيسوى تقريبا شي 15 ولا 20 مليون، وهذاك ديال عمي داك الدهم كيسوى تقريبا حتى هو شي 20 مليون بارب من داك الطراز العالي. وثانيا علاش انا غادي نقولها لكاع؟ بيعوه ونشريو الساروت فين سكنوا، ماشي كيف حالات الحاله اللي جالسين فيها. نبيعوا العود؟ نبيعوا العود ونشريو الساروت. بغيت تضحكي عليا؟ بغيت تضحكي عليا ولاد عمي؟ تضحكي عليا ولاد القبيله؟ يقول لك حق باه مات ناض هو باع العود. العود لا ما كيتباعش، العود راه شي حاجه ديالنا، راه واحد من العائله. واش شي مريضه ولا مالك؟ يلا نوضي جمعي ليا حوايج يلا، راه ما عنديش الوقت. سربي يلا 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 راه خصني نمشي للموسم. نوضي تقعدي هادي مالك في مالك. لا سيدي لا لا نشوف مرض عليك، خلينا نجاوبوا اجتماع خاصو يكون رباعي. ايه. تيجي علال. ايوا حنا تسناو هذا علال. علال دابا يجي. ايوا صافي. وجدو. نعم. خرج لي عباد الله كلهم خوي لي القهوه عندنا اجتماع طارئ. عاوتاني اجتماع. عاوتاني اجتماع انت مالك؟ انا ما نخدمش هنا. انت ياك بخلص بشهريه، انت كتخدم بعدا مقابل لي غير الفريزي ديالك. يلا خرج عباد الله. يلا سمحوا لينا الخوت. صافي. الله يعاونكم الله يعاونكم. سيروا. كونسوماسيون على حسابنا، غير سيروا غير سيروا. سيروا. سيادنا. سلام وش سلاح في القهوه علال. شميت ريحه السلاح. سلاح يا ما تخافش الحاج دمو، ما تخافش توا السلاح مالك. السلاح سلاح اليوم راه تجاره مربحه. شكون اللي خلاك تبيعها؟ وزعما عندنا شي ربح في هذا الشيء؟ هذا الشيء اللي جايب ليكم كله ربح. مزيان طريب يعني. مزيان ملي هي قضيه السلاح. انا كنعرف واحد ملي كنت في الحبس ديال الطليان كان معايا. تكتب في الحبس ديال الطليان؟ يا سير ولد الحبس. يا سير انت كاع الحبس ديال العالم دزتي فيهم. شرف هذا اللي لا يهديك. كنت في الحبس ديال الطليان وكان مشدود معايا في السيلون ديالي، كان مشدود معايا واحد داك الصحيح ديالهم لو بارفان ديالهم. كيفاش لو بارفان ديالهم داك نيفو طويل؟ لو بارا هو هذاك لو بارا. كنت مشدود مع الباتشينو. فين الباتشينو بعدا؟ كان سالو 600 ريال الله فينا باقي تابعوا الان عليها. الله يهديك خليها الله. غير المهم كان تعرفنا وتناقشنا على السلاحات وداك الشيء والسلاح وهذا وهذا الى اخره، فعطوني هما المايل ديالهم والتليفون ديالهم وقالوا لي وقت ما طيح في شي كيمياء ديال السلاح شحال من عندك من حبه في هذا الشيء؟ واش نتوما مسطين ولا معكم؟ سربيني راه الفلوس كلكم تخلويض. واش حنايا كنبيعوا السلاح؟ واش حنا ارهابيين؟ حنا في بلادنا ما كنعرفوش لهذا الشيء كاع. احنا ناس داخلين سوق راسنا، احنا ناس ديال الدين وديال المعرفه وديال الاخوه وديال الحبه وديال التسامح. هذا راه التراث ديال البلاد، التراث ديال البلاد عباد الله. احنا بلادنا راه بلاد ديال الخير وبلاد ديال الامان، وانتم كتهضروا لي على هذا الشيء. شوفوا هذا التراث ديال بلادنا، بكري كان هذا سلاح، هو باش حروا المغاربه حروا بلادهم. دابا ولات عندنا هذا تبوريضه فانتازيا ابانو. فهمتوني؟ فسر لينا هذا الشيء في الاول. ايه يا زمان يا زمان ديال تبوريضة. كنت كنلبس جباظور وكنخرج مع الوالد الله يرحمه، كنخرجوا للبحرك. يا سلام. وكتشوف الصربات صربه مورا صربه وكلها صربه باللون ديالها معلوم. ايه يا سلام، واحد المحبه كانت ما بين العود
وما بين اللي راكب عليه. معلوم كيعرفوا كيشم ريحته. وخيل كتعرف ركابها. معلوم كيعرفوا الا بشو قال لي بزيت زيت قال لي فراني فراني وكان مسكين واحد السيد مهلي في العود ديالو توفى. والله العود ديالو مسكين بالحزن ثلاث ايام وهو يتبعه. شوف هاد المحبه اللي كانت كي دايره. هي مات هي مات هي مات هي مات الحركه وهي مات هاد عدة التبوريده هي مات الخير. مشات سيدي كانت التبوريده فيها الماكله وفيها المشروبات وفيها الحواله وفيها الشيخات. الشيخات كيدخلوا للمحرق بالزغاريت والصلاه على رسول الله. الوالد ديالي كان باردي كبير. باردي كبير. باردي باردي ماشي باردي. انت اللي كنتي باردي لان ما كاينش اللي خرج على التبوريده في البلاد قدك انتيا. انا عاود ليا الوليد التاي اللي مشيتي بعتي لهم واحد المره المكحل ومشيتي كتبيعوا الشريف البارود تصيفطوك للحبس. عقلتي ولا ما عقلتيش؟ كنت مظلوم مظلوم انت وشك وش الظلم. شوفوا انا نقول لكم واحد القضيه. هاد الحركه ما بقاتش كما كانت. دخلت التخلويض ولاو كيستغلوا ولادنا. انا عيطوا ليا للصربه ديالنا ديال الدوار وفيها غير الشباب وبغاو يرجعوا هاد الشيء. بغاو يرجعوا الاصاله ديالنا عباد الله. عرفتوا هاد السبور هذا؟ عرفتوا هاد الرياضه هادي راه عندها واحد تاريخ وديالنا ما تلقاها حتى شي بلاد اخرى. عندنا غير حنا المغاربه وما عارفينش قيمتها. ايوا علاش اللي ما يديروش ليها هي السبونسورات ديالها ويقادوها مال؟ ايوا خويا شفت واش كتعجبني عباسي اراضي كليد واش كتعجبني؟ فهمتيني انا مني مشيت وش داك الشيء بقى فيا الحال ما بقاو مساكن. هضرت مع المقدم. مقدم ديال دار خليفه. تماك مضروب على البوليس والمقدم ديال دار خليفه. انا كنهضرك على المقدم ديال السربه. ايه المقدم بالنواظر. لا الله على المقدم الهام ودليل الخيرات. الله الله الله. وملي كان يتم جاي حداك الروايح ديالو كتشير وتبارك الله شي جلال بكي دايرين. وديك السربه تبارك الله حتى هما مقادين وهكا النظافه هكا كطير. ودوك الخيل تبارك الله كي كيديروا دوك الشروجه كي كيديروا خليها على الله وصافي. وملي كنجمعوا كيجيو السواح يصوروا في داك الشيء. وبعد المقدم كان مكلف بالماكله وبالنعاس ديالهم والعلف ديالهم وبالمشيان ديالهم والرجوع ديالهم. ما يطلعوا في الكاميو تيكون حاضر وما يهودوا الخيل تيكون حاضر. السواح تصور وكان كيصلي جوج ركعات عاد يطلع عاد يطلع. وملي كيطلع ما تسمع الا اللهم صل عليك. صافي 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 دابا هادشي بغينا نرجعوه. لا صافي هبط المكحله. ديروا لي المقدم. حتى المقدم حتى دابا المقدم غتخرج على السربه كلها. شوفوا حنايا اتفقنا على اساس انه المقدم انني غادي نولي انا المناجر ديالهم باش ما يبقاوش يستغلوهم. كيدوهم يلعبوهم في المواسم ويسمحوا فيهم. كيدوهم يلعبوهم في المانيفيستاسيون كيسمحوا فيهم. والناس مساكن ما بقاوش يقدروا حتى يعلفوا عي خيلهم والعلف غلا وما كاينش اللي كيعاونهم وهذا الشيء بدا كيضيع. انا بالنسبه العلف على حسابي. قول لي يا خويا هذا الشيء علاش بدا كينقرض عندنا في البلاد؟ علاش؟ وانا عارف دابا هذا الشيء علاش بغينا نحيوه. وانا راه اتفقت معاه باش غادي نديروا مناجر وغادي نشد ديك السربه وغادي ندير جولات عبر المغرب. مزيان مزيان دي سبيكتاكل. مزيان هذا مارشي صحيح خصنا نخمو فيه وفيه الفلوس الحاج. اييه لينا وليهم. اييه مزيان وهكذا الخيل ديالنا غيوليو بخير. قول لي يا صاحبي قول لي يا صاحبي قلتي لي عندك لي جون. عندي تيت بوردو. مزيان داك الشرفع. مزيان تحمر لي وجهي. نحمر لك وجهك. تبغوا تلعبوا في اوروبا؟ لا احنا ما باغيش نحرقوا لك بغينا نخدموا هنا. يا السلام عليكم اخوانا. انت بلاتي عندك وانا قلتي لي غادي تمشيو لاوروبا. انا ما فهمتش. غتمشيو تبوردو في اوروبا. تبوردو في اوروبا فانتازيه غتهزم هنا تمشي لاوروبا. انا معاك صافي. ولكن كي غنديروا؟ كاين واحد جوج ديال النصارى صحابي فرنساويين كيعرفوا الفرنساويه كيطيروا في الفرنساويه. هما فرنساويه. هما فرنساويين من فرنسا كيطيروا فيها. هادو صحابي غادي نتكلم معاهم ونصيفط لهم اسيدي السيدي ديال هاد لي جون هادو وهذا ويجيو لعندكم من غدا ان شاء الله تكونوا حدا البابور نتوما والخيل تركبوا تشوفوا تبورد. اسمع هذاك المخلويض نرد الخلويض. الله يعنيك. صافي ما يمشي يقول لي انا لا لا عندي شرط. انا مسؤول. انا مسؤول. يلا يلا قول قول. الشرط اللي عندي انا عليك عباس هو الخيل اللي غادي نصيفطو ناخذوا لهم تصاور ونديرهم في الباسبور باش تعاود ما يتلف لينا. ما قلتي عيب خصوصا ان البارب ولا كيتباع بزاف وكيهرب لينا بزاف. انا الشرط ديالي اشنو هو؟ لاكيس. انا اللي نتكلف باللاكيس بالمال. صافي متفقين. وبشرط. شنو بشرط؟ قول لي انا الشرط. خص هاد الفرنساويين اللي كيطيروا في الفرنساويه الا جاو خصهم يشوفوا بعويناتهم البيعهم. قال هذا. لا 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 اسمح لي الله يخليك ونسبقوا العصا قبل من الغلم. هما يشوفوا حتى نشوفوا بعدا حنا. حنا نشوفوا شي طريح قدامنا. طريح؟ طريح. دابا كنلعبوا داما ولا كنلعبوا سترانج تقول لي طريح؟ هذيك راه ما سميتوش طريح، سميتو القرصه. قرصه؟ بدا تقرص فينا علال من دابا. انت ما قرص انت ما مقروص على بوحدك. القرصه منين نقدم كيقول المكحل وكينده كنخرطو وكنقرصو.
الثقيل والبارود. عمي الحيمة السلاح عندنا في الدار ولا ما سيخلص اخبار. سلاح؟ فين هو السلاح؟ هذا سلاح، هذا المخلة ديال التبوريضة، وهذا الدليل، وهذا السيف ديالي باش غنمشي نتبورد. عندي لك واحد الطلب. ديالاش؟ بغيت داك السرج ديال العود ديالك. مالو؟ نخيطو. خيطو؟ إيفاس أنا عندي لك خدمة أخرى، عندي واحد الحمار في الكوري، سير خيط لي البردعة ديالو، سير عندك شي شغل تقريب، سير تاكل كروسولات. بنادم كيدير؟ فين داروا لي الحبة هذا؟ سلوى سلوى هاتوا بالله مش تنراجي. مالك؟ السلاح في داري والسيوفة. هاي 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 ياك ما حيت ما عندك خدمة وليتي كتكريسي بحال هذوك اللي تيكريسيو بالسيوفة. ياك بغيت تصيفط لي الحبس، بغيت تلصق لي موتيف، دخلنا عليك بالله هذا السيف ديال كيكريسيو به الناس. أنت غادي تبوريضة ديال التبوريضة. لطيفة شرحي لها شنو هي التبوريضة. التبوريضة؟ واو التبوريضة هذا راه واحد الفن مغربي ديال الحركة وديال الحرب سابقا، ولكن دابا ولاو سموه الفانتازيا. سمعتي؟ فانتازيا؟ الفانتازيا هي اللي فكتي اللي ما باغاش تفهمي. فانتازيا هذا راه حرب، هذه حرب، فنون الحرب. عندي عاود غنمشي نتريني. ما تقليش عندك الباغب. لا عندي الباغب، معلوم عندي الباغب. دابا غادي يدير الحية باش يمشي يتبرد في الماشن. شتي هاد الفرنساوية ديال محاربة الأمية خصك تحيدها. باغب راه ماشي هي الباغب. باغب يعني نوع ديال الخيول اللي عندنا هنا في المغرب. إيها ماما، عندنا الباغب ولاغاب باغب وأندالو، وهاد لاغاز 100% ماروكان. ولكن أخويا علا اللي كيقهرني هما كاع الأجانب اللي طاحوا على هاد لاغاز في المغرب وبداو كياخدوها ياخدوها ياخدوها باش يميتيسيوها ويخلطوها مع لاغاز اللي عندهم، حيت هاد لاغاز معروفة بالصبر وبالجري. داكشي علاش ما بغيتش نبيع العود ديالي انايا، لانهم معروفين بالجمال. كتعرف لي كاليتي دي بون شيفال؟ معلوم تنعرفهم. تعرفيهم انت؟ يلا قوليهم ليا. قولهم انت. لا قولي انت شوف واش عارفه. انا عارفه بار 3 فون لي كاليتي دي بون شيفال، 3 بارتي لون كو فورم لي زوري لو كو اي لاغيير تران. ريلي شكون اللي قلب التران؟ اين التران؟ اين التران يا مصيبه؟ التران غادي تفرقع شي نهار شي بومبا اتوميك عندنا في الدار. حنا كنهضروا على الجماليه ديال العود، قالت لك العود باش يكون زوين خاص يكون عنده العنق مسيب، يكون عنده الظهر مسيب، يكون عنده العنق طويل، يكون عنده الودنين كبار، ويكون عنده البادره. انت هادشي ما تفهميش. قلت كون عنده الفورما بحالي. دابا انا بحال العود. انت بحال العود ولكن ديري ليه شريجه، لانك كلك مديفورميا، والدماغ ديال العود احسن من الدماغ ديالك. اس اس هلا عزيزي علال. ويني هذا راك تشوف تسبوا ليه؟ واش انت اس اس؟ لا بحال انت راك اف اف مفوفو. سير جيبني عيط لي على الخدامه. اس اس انا عيطت لي هاك دي هادشي. انا بريئه بريئه السو الله ما صدقتش حتى ما تخسرني. علاش انت شكون اللي قلت لك؟ واش انتوما حمقين؟ واش ما عارفين؟ ما عارفينش حتى التراث ديال بلادكم؟ ما عارفينش الباتريمون؟ هذه راه ماشي مكحله ديال القتيله، هذه راه مكحله ديال التبوريده بوحبه. خويا علال انا عارفه هاد التراث، ولكن انت واش عارف بلي ليغالمون خص يكون عندك لوتوريزاسيون ديال استعمال البارود؟ ما البارود انا نستعملوه في الزنقه، حنا ملي كنبغيو نستعملوا البارود كنستعملوه في المحرك، وثاني يوم كنبغيو نستعملوه تناخذوا لوتوريزاسيون. ما عارفينش هاد القضيه. انت ودك الدكاتره صحاب؟ معلوم. برافو خويا علال. ان توكا ملي تطلع فوق العود كون زين. زين يا عمك. أذان الحمد لله. شوف حميد، شوف لي ولاد القبيلة اش بغاو. تخيل هادو عطيهم اللي بغاو، راهم ولاد عمي وراهم دابا في القهوة ديال نسيبي، وهادي راه هي العناية، خصك تهلا فيهم. مرحبا. سمعوا الخيالة، دابا غادي نديروا اجتماع. اجتماع. انتوما مالكم اخوان على الشيطان؟ واحد فيكم اللي غادي يدوي؟ واحد المقدم ديالكم فين هو؟ اجي سيدي. زيد سي سعيد جلس. بالك سي سعيد. اسمع عود عمي انا راه من هضرتي يجي الجعبه. الجعبه مالنا غندخلوا للمال الدار. والنائب الاول. النائب الاول لا البرلمان، دابا ولينا في البرلمان. هذه الجعبه راه هو اللي النائب. اي النائب الاول. ما عجبكش؟ لا سيدي تعجبني. انت دابا تتركبوا وكتركب كل قد هكا وتركب قد هكا وكركب، ولكن خزنا على العود حيت الا شافوا العود ما يخليش يركب. خزنا خزنا. المهم خلينا نهضر مع الناس، خلينا نهضروا مع الناس. شوفوا شوفوا السي الجعبه، شوفوا المقدم. دابا حنا ان شاء الله فكرنا باش هاد التراث ديالنا نحيوه واننا نشدو فيه مزيان، لان هاد اللعبه اللي عندنا وهاد الرياضه اللي عندنا ديال الفانتازيا راه ما كاينه حتى شي بلاد. التبوريضه راه ديال المغاربه ديالنا وخاصها توصل ان شاء الله، وبغيناكم ان شاء الله تكونوا معنا واحد الفريق زوين وغادي نمشيو لاوروبا. كيفاش اوروبا؟ بلاتي مفرسكو هاد عرس كبور انا وياك دابا. اسمع علام شو اوروبا امين، ولكن باش نخليو شغالاتنا وخدامينا ونمشيو معاك حنا لاوروبا وتصوروا الريالات وتضحكوا علينا. لا كل اللي كنضحكوا انا كنقول لك. لا دابا حنا ان شاء الله ما نضحكوش عليكم، حنا ماشي بحال الاخرين. انا راه ولد عمكم وكركب معاكم. انا بغيت نقول لكم زعما ان شاء الله غير هو البيدجي قليل شويه. كيفاش البيدجي؟ انتوما كتقلبوا على سبونسر وتقول لي البيدجي. صافا سي علام ولا حنا حيت ولاد بلاد دراوش بغيتو ديروا لنا كما داروا لنا الناس اللي قبل منكم. هذوك الاسطوانات راه حنا عرفناهم،
إذا كان شيء معقول تبارك الله ما كانش فيه بحالتنا. صح. تا دوك يديروا لنا النقابة من دابا، ترى دار لي بلي جديد ولا ماشي ركابة. هذو قارين واقيلا واقيلا بشوايدهم، محالش ناكلوا معاهم الكاميلا علال. لا 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 يا قارين تبارك الله وفاهمين، أنت تحب داك الشيء القديم، تحب بحال با. إوا باك راه كان باندي كبير. باردي باردي، أنت اللي كنتي باندي اللي ديتي لي العود الدهم والعودة الزرقاء مشيتي بعتيهم في السوق وبلا خبارهم. كانوا مراد وماتوا. ماتوا. خليني نهضر مع الناس ولا دابا دوحيت كيعرفوا يهضروا على حقهم. شوفوا حنا ما نضيعوا حتى واحد. نعم. راه داكشي علاش انا لان غير على هادشي اللي وقع وغير على داكشي اللي ضحى با والناس اللي قبل مني. حنا غنتهلاو فيكم، غتمشوا بالعلف ديالكم وغتمشوا تهلاو في بهيمكم، وغادي ان شاء الله نديوكم راكبين مزيان في الطياره مبرعين، وغادي نتكلفوا لكم بالبارود وكل شيء والحقوق ديالكم والاسيورونس. ما تخافوش، كونوا هانين على هاد الحساب. ولكن غير هو واحد القضيه، غنطلب منكم واحد التضحيه. غدا ان شاء الله غيجيو دوك النصارى اللي غيجيبو معباس باش يشوفونا كنلعبو، وخاصهم يشوفونا بخير وعلى خير. جيبوا خيل زينه، عندك شي واحد يجيب لي شي كدار، كون داكشي زين والمكحل يكونوا مزيانين، البارود راه حنا غنجيبوه واش يشوفونا كيفاش كنتبوردو. غادي ديروا لي ثلاثه اللعبات، غديروا لي اللعبه الشرقاويه، وديروا لي اللعبه الخياطيه، وديروا لي اللعبه النصيريه. اسمع علال ود عمي، حنا عندنا الخياطيه. سمعتي قالك عندهم الخياطيه؟ تشكون انا؟ تا ولد عائشه. وانا ما تنعرف لا خياطي لا خياطيه، انا تنعرف غير الخياطه كانوا يديون ملي كنت صغير يزوروني على الجعله. اخوان ولد عمي سعيد، رانا مخلوع، انا حسيت براسي شميه دافيه نازله معايا، ما عرفت منين جات. اخوان الراجل قالك اودي ما بقيت راجل، غنسرد لكم السرج وغتوليو واحلين. راك ما تسرد السرج، كون راجل غتجيب لنا الضحك القبيله. شوف 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 لي شي دحش ولا شي ولا شي ولا شي بغال مشري جدو ولا شي. جدود كانوا يركبوا على الدحوش هنا ولا جدودي كانوا يركبوا على الخيل؟ ايوا ولكن انا راجل. واخا خويا انا راجل، بقى حدايا انا مزوق فيك. دخل اسيدي غنديروا الفاتحه. سير اخويا دخل. دخل اسيدي والصربه. واخا دخل عيط حلي حل حل اخويا ندخل دخل. دير يلا سيدي انا خويا خدم شويه طلع الصندوق معاك. انا واش جعبه؟ نعم. ولا جاب الله ما رجعتش؟ ايه. اقول القمر تهلا في الدراري. سيدي كون هاني. انا مزوق فيك وكل حاجه لك كاتب شي حاجه كتبها لسلوى. كون هاني. لا ما تخممش. انا خويا يلا سيدي الفاتحه. فاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يلا سيدي نصر الله. الحاج كي جاتك الصربة؟ صربة فكرتني في ايام زمان. وكي جاك المقدم؟ هائل وخا صغير ولكن تبارك الله مجهد. لا ما عندي ما نقول، الدراري كلهم زينين. راك تهضر مع الكيب تانا تانا دخلك بلا الحاج. جبتني الرزع اللي كنت لابس والحوايج توبة هائلة. ولكن كي درتي شتيني الحاج؟ شميتو. الله يعفو عليك من الشمان. قولي يا ولد عائشة، دابا شنو درتي لنا في القضية ديال الكونترا؟ إينا كونترا؟ كيفاش إينا كونترا؟ الكونترا مع النصارى. سارة؟ ياك دخلت أنا خدام مع الدري وخليتك أنت، قلت لك سير بالي بهم باش تحبك معاهم شغل وتبيع لهم. لا أنا كنت مع الشيخات أنا. أويلي مخلي الخدمة وغادي كتقصر لي مع الشيخات. إيه ولكن انا شوف شوف، واقيلا هذاك المخلويد هو اللي يدير شي مشكله. شكون هذا المخلويد؟ هو واش الفرنساوي؟ لا عباس ولد منانا. لا 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 باش اش كاين؟ لا لا ود عمي، تدخلنا نشربوا كاس ديالها ونتغداو، خرجنا لقينا الروه خايف نمشي. كيفاش مرابط ما كاين حتى وحده؟ لا واخا ما تخافوش، تخافش يا ولد عمي، هذا راه واقيلا غا تلقى شي حد دخلهم البوكسات. اش من البوكسات؟ راه دخلنا البوكس لقينا عاد داك الرحمه. ويلي ولد عيشة؟ مال ولد عيشة تاني؟ ولد عيشة مال ولد عيشة؟ ولد عيشة قول لي الخيل كيفاش قديتهم؟ إنا خيل والله العلي العظيم من كتعد الشيخة تانا واحد الشيخة واحد مسكينة صاف 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 تخا خير نهضر معاك دموعك على خدك جوج كلمات دات كي تحكر عليا دي معنا. إوا دابا بغيت نعرف أن بالخيل فين مشاو؟ فين مشاو الحاج الخيل؟ اسمع اسمع، أنا مكلف إلا بالعلف ما مكلفش بالخيل. الخلف خويلة مشات بحالتها. لا لا فين كان؟ لاباس ياك لاباس. شنو يا عدو الله؟ شنو؟ لقيتهم شارجين الخيل في الكاميو وغيدخل لباطو. غيدخل لباطو؟ هذا عدو الله هذا. مشاو لينا الخيل هذي. مشاو الخيل. لا 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 ل
الخير واخا انا غنقول لك اخو الخير يلا قول لي قول لنا فرعسني من ظهري هذا فرعسني من ظهري ايوا انا قال لك لقى الخير قول لي دابا الخير فين كاينين نساه هو نساه قول لي الخير فين كاينين يا اخي تسليم اخوتي تسليم انا يلا قول انا غنحكي عليكم دوي خليك يلا قول الخير فين هما اللي بغيت نقول قلت لك جلس بلاصتك الخيل فينا هما شدو مزيان الخيل فينا هما الخيل هان دابا هما ملي كانوا كيتغداو ما دخلوا يتغداو واخا راه انا كنت معاهم مشيت انا بدلت حوايجي وجيت دابا قال الخيل ما كاينش تغديتي حتى الاول تغديتي حتى الاول تغديت انا الاول ايه تغديت هما ملي تغداو قال لك بغاو يديروا شويه ديال القلقوله اييه بغاو ينالوا القلقوله واخا ايوا الخيل مساكن في الشمس بقاو فيا الله ما واكلين ما شاربين ما والو انا شفت فيهم ما شافوا فيا الخيل بداو كيديروا الخيل الخيل اللي يديروا مساكن الخيل بقاو فيا صافي بقاو فيك الخيل فين هما الخيل انا شايك الخيل زين مع المرمده هما ديال الخيل فاش قربنا المرمده تبع الخيل فين هما الخيل واخا واش غتدوي ولا الخيل ملي شتا انا هكا جريت الخيل معايا جريتهم جيتهم لجهه الظل وركبته في الكاميه ركبته في الكاميه؟ ايه علاش ركبته في الكاميه؟ اش ركبت في الكاميه؟ الخيل هنا خيل اللي قلتي غتركب في الكاميه لا قلتي دابا قلتي لي يلا غادي نركبهم حتى ركبتيهم في الخيل في الكاميه اي قبل ما نركبهم قال لي دارني الجوع هما الخيل خيل كلمه وحده كلهم سبحان الله وليتي صالح غيهضروا معاك الخيل لا فهمت نتفاهموا حنا كتفاهموا المهم قال لي بغينا ساندويش ساندويش ايه الخيل قالك لا الشرف انا ما نكذبش حق الله اجي جلس الله قول لي دابا الخيل فينا هما واش الخيل كياكلوا الساندويتش لا قالوا لي جيب لنا الساندويتش قالنا جيبوا لنا بالكفته ديال العود هما قالوا لك جيب لنا الكفته ديال العود مزيان تبارك الله تبارك الله فينا هما الخيل فينا هما الخيل طلعوا الكاميو طلعوا الكاميو ملي طلعوا هما الكاميو قالوا لنا البابور غادي يجي مع العشره باش قرب الساندويتشات الخيل الباطو البابور تنقول لي الخيل فينا شوف راه هما شي اي كذا نصلك فاك هادو غادي نصبوا لك الرجلين واليدين قول لي فينا هو الخيل سليم اخوتي تسليم سليم قول لي الخيل فينا ركبوا الخيل ركبوا دي اخويا اوندوم ركبوا في الباطو في الكاميو عارف الكاميو أيه؟ الكاميو جاو دوك النصارى كاين شي دابا كاينين جوج ديال النصارى وكاين الخيل وكاين البابور وكاين الكاميو اييه واش قرب هادشي لشي وهاد القرع ايه ملي طلعوهم من الكاميو دفعناهم دفعتهم طلعناهم للكاميو طلعتو الخيل اين خيل يا قلتي طلعتهم من الكاميو اين كاميو حرام عليك حرام عليك قلت بدنا واش بغيت تقصني ركب لي الخيل ايه طلعوا من الكاميو هي كي طلعوا بينا هو الخيل فينا هو فينا هو الخيل فينا هو الخيل هو الخيل فينا هو بعتهم بعتيهم بعت الخيل ناري بعت الخيل أيه. قال لك باع الخيل خيل ما مشاو وتهليت فيهم خيالة أه. منكم ليه واحد وحفيد